أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري على أهمية تشجيع قطاع الأعمال من خلال مواصلة تحفيز البيئة الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية واعدة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، منوها سموه في هذا الصدد بالمبادرات التي أطلقتها مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. جاء ذلك لدى لقاء سموه صباح اليوم البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يشارك فيه سموه نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والمنعقد في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حيث أشار سموه إلى أهمية المنتدى الاقتصادي العالمي في تعزيز فرص الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي في المنطقة. ولفت سموه إلى ضرورة التعاون الاقتصادي والاستفادة من الخبرات العالمية في مختلف المجالات وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص بما يصب في خدمة أهداف التنمية المستدامة.